فورتكس المزيف. كيف يعمل هذا الشيء؟ يا للهول! ميلفورد، أشكرك كثيراً لأنك تساعدني على تصليح بعض الأمور في حديقتي. أجل، لكنني لا أميز بين المطرقة والمفك آنسة بزبادي. أيها الرجل القوي، إنها بضعة أمور بسيطة وسهلة. بضعة أمور؟ أجل، تقريباً. أنت لطيف جداً. أنا متأكدة من أنك لن تواجه أي مشكلة. سأبذل قصارى جهدي. لا، ابقي في الداخل، إنه يوم جميل للكسل. ما بال هذه الفتاة؟ ألا تجد القراءة؟ تشير اللافتة إلى أنه ممنوع اللعب. إن الأولاد في أيامنا هذه لا يصغون أبداً. فيما مضى أذكر وقتاً كان الجميع يطيعني فيه. قلبي! إن قلت لهم أن يتكاسلوا كانوا يتكاسلون، إن قلت لهم أن لا يلعبوا كانوا يتوقفون. لقد كنت ملكة عدم فعل أي شيء أبداً، والآن أنظر إلى حالي، وحيداً ومنسياً، ولا أحد منهم يصغي لما أقوله. شكراً. شكراً. شكراً لكم. شكراً. إن المكان هنا دافئ. بل إنه حار. أجل، إن أصغينا جيداً نسمع صوت المحيط. سأرفع الصوت. ها؟ هذا أفضل. مرحباً، أتريدون اللعب بالدولاب الطائر؟ سنتسبب عرقاً، ألا يمكنك لمرة ألا تفعلي شيئاً؟ لكن خلت أنني... افعلي كما نفعل فقط، هيا. حسناً، هذا ما سأفعله. واو، انظروا إلى تلك الأمواج، إنها عالية. مرحباً يا أولاد. بورتكس، ماذا تفعلون؟ لا شيء. نعم، إننا نتمتع بكل لحظة. هذا رائع. واو. ماذا؟ الطقس حار جداً. نعم، هذا ليس منطقياً. سبورتكس، ألا تريد أن تفعل شيئاً فعالاً؟ لا. لكن سبورتكس، ما الذي يحصل؟ خدعتكم، كنت أمزح. أيمكنني أن أستعير هذا؟ لنلعب بالدولاب الطائر. باستثنائك أنت يا بيكسل. لكن أريد أن أنا. نعم، خدعتك. حسناً، اتبعوني. هذا رائع. مرحباً، أليس هذا ما أردت فعله؟ أجل، انظري إلي، إنه دورك الآن. أجل، أحسنت صوتكس. ما بالهم؟ لا يصغون أبداً إلي أنا، لا يصغون إلا إلى ذلك الأخرق في البذلة الزرقاء. أشارط أنا للشاربين علاقة، إذن علي أن أجعلهم يصغون إلي. ممتاز. حسناً، ما هي الأمور التي يقوم بها ذلك الأخرق الكثيرة الحركة المعتوه؟ أحدهم بحاجة إلى المساعدة؟ الوضعية، الإصبع، والحركة. أنا أعجز عن التنفس. أعجز عن الرفع. أنا أعجز عن الركض. تذكر يا ميلفورد، لا تشعر
أشذبها كثيرا من الأعلى. أوه، عجبا، كدت أقص أنفي. لي؟ أوه. هذا لي أنا. هذا حتما لي أنا. وهذا سياج لي. مرحبا آنسة بزبادي، إنها نائمة. ابتعدي، عجبا، إنها نحلة كبيرة. مهلا، ماذا يفعل هذا هنا؟ إنه لي. حسنا، لا، لكن قد يكون لوالدي. ابتعدي، ابتعدي، سأنزل من هنا. أين ذلك السلم؟ المساعدة آنسة بزبادي. بالطبع، أنت تقدم المساعدة. أمسكت به، أمسكت به. واو، التقاطة رائعة سبورتاكس. أحدهم في مشكلة. واصلوا اللعب يا أولاد، سأعود في الحال. السلم. ممتاز. علمت أن ذلك المهرج سيذهب لإنقاذ أحدهم في وقت ما في مكان ما. إلى اللقاء. هنا هنا زيجي، أجل، التقطت جيدة. التقطيه يا تريكسي. حسنا، هيا، أنا هنا. ارميه لي. واو. أنا هنا. واو واو، عندما قلت أنك ستعود في الحال عنيت هذا فعلا. طبعا 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 أيتها الصغيرة. هل أنت بخير سبورتاكس؟ ماذا؟ يبدو صوتك غريبا. أجل. كرة فرو. سبورتاكس، سبورتاكس، ماذا حصل؟ لما لم تلتقط الدولاب؟ أيفترض بي أن ألتقطه؟ بيديك الاثنتين. أجل. يغلفه العرق. النجدة آنسة بالزبادي. هيا، ارميه لي. التقطته. لا يساعدني أحد. هيا. لم تلتقطه مجددا. التقط. هيا التقط. انتبه. هذا يكفي، لا مزيد من اللعب هنا. ماذا؟ حسناً، أريد من الجميع أن يصغوا لما سأقوله الآن. حسناً. الآن. نعم. ستفعلون؟ نعم، سنفعل كل ما تريد. أجل. ولا تنسوا ذلك أبداً. أولاً، أريد منكم جميعاً أن تنفذوا التالي. نحتاج إلى القليل من العلكة. العلكة؟ العلكة؟ أجل، إنها نعم. إنها مفيدة لكم. نعم. إنها تساعدكم على تقوية فكيكم مثلاً. نعم. بحسب حاسوبي فأنت تمزح. اسمع أيها الشاب، أنت مخطئ. أنت مخطئ. أجل مخطئ. أجل. نحتاج إلى العلكة، إلى الكثير منها. طلبت للمساعدة. نعم. سبورتاكس، ماذا تفعل في الأسفل؟ أنا أرتاح. حسناً، أنت ترتاح. دفتر يومياتي العزيز، سبورتاكس يتصرف بغرابة، لكن أخشى أن أقول شيئاً. ماذا لو سخر مني؟ أهلا بك. شكراً سبورتاكس. أهلا بك أيها العمدة. ماذا تفعل؟ هل تأخذ استراحة ميلفورد؟ لا لا لا، على الإطلاق. عليك أن تساعدني. لا يمكن أن أرفض طلبها، لكن الأعمال كثيرة لأقوم بها. طبعاً. أعطنا بعضا منها. هيا. بعد أن أنقذ أحدهم. أسرع بالعودة. ميلفورد. ما المشكلة؟ التهم زيجي العلكة كلها ولم يتقاسمها. تعالي. أصدقائي، ماذا أقول؟
كلها. أجل كلها. لم أعد أرغب في العلكة. لما لا نلعب كرة السلة؟ يا للهول يا للهول يا للهول. أحدهم في مشكلة يا رفاق، استمتعوا بوقتكم، سأعود في الحال. أيها العمدة، كيف تسير الأمور؟ هذا ميؤوس منه. هنا هنا. هيا زيكي. واو. علي الآن أن أحضر طعاما صحيا للأولاد. السلم. الحركة تنشطني، بينج بينج بانج مستعد ليومي، اقفز بخفة فتصبح قويا. هيا عبر عن نفسك، سرعتك كالقطار، تماما كأنك أثار. هيا تحركوا، هيا تنشطوا، لا للكسل في ليزي تاون. هاي هاي غنوا معا، لا للكسل في ليزي تاون. هيا يا فتاة ركزي. هيا عبر عن نفسك، أريهم من تكون، أريهم أنك نجم النجوم. هيا تحركوا، هيا تنشطوا، لا للكسل في ليزي تاون. هاي هاي غنوا معا، لا للكسل في ليزي تاون. هيا غنوا معا، لا للكسل في ليزي تاون. هاي هاي غنوا معا، لا للكسل في ليزي تاون. لا للكسل في ليزي تاون. توقفوا توقفوا، هل تصغون إلي؟ أنا؟ حسناً، أحضرت لكم بعض الوجبات الخفيفة. هيا طعام صحي. أجل. سبورتاكس، لا تقولي شيئاً، نود فعلاً أن نتناول هذا الطعام. أجل، أنا أريد تناوله. أتريدين بطاطا؟ أوه، أحسنت ميلفورد. أوه، يبدو أنك أنهيت العمل على السياج. ماذا حصل هنا؟ تناولنا كل ما جلبته لنا، ألا تذكر؟ كل ما جلبته؟ أجل، أنت جلبت هذا. أنا جلبت لكم الفاكهة. لا لا. ماذا؟ لا لا أستطيع أن آكل. يا للروعة، إنهم لا يصغون إلي، لأنهم يصغون إلي. لست أنا من جلب لهم الطعام. ماذا يجري هنا؟ مرحباً عمي ميلفورد. مرحباً ستيفاني، لا تبدين سعيدة. أيمكنني التحدث إليك؟ طبعاً، كلي أذان صاغية. في الواقع ليس لدي إلا أذنان، لكن تفهمين قصدي. حسناً، أردت أن ألعب بالدولاب الطائر، لكن أحداً لم يرغب في اللعب ولم أقل شيئاً. بعدها أتى سبورتاكس، تحدث إليهم وأقنعهم باللعب ثم رحل، وعندما عاد كان يتصرف بغرابة، حتى أن صوته كان غريباً بالإضافة إلى مظهره، كما أنه جلب لنا طعاماً غير صحي ولم أتفوه بكلمة يا عمي. ما عدت أعلم ما العمل. عزيزتي، ألم تقولي شيئاً؟ لا، لم أستطع. ستيفاني،
أحياناً عليك أن تقولي شيئاً حتى لو لم يسمعك أحد، لأنه إن لم تفعلي فلن تكوني صادقة مع نفسك. حقاً عمي؟ أوه ميلفورد. شكراً عمي ميلفورد، تقول لي دوماً ما هو مناسب. أوه حقاً؟ أوه ميلفورد. يا للهول، أجل، أنا آتٍ أنسة بزبادي، أنا آتٍ. ربما عليك أنت أيضاً أن تقول شيئاً. أنا آتٍ أنسة بزبادي. واصل العمل. أنا آتٍ. ثوبي، ثوبي، مشروبي. ميلفورد. يا للهول. ميلفورد. يا للهول. يا للهول. يا للهول أنسة بزبادي، يا للهول. يبدو أن عملي بدأ توا. حسنا، يبدو أن عملي قد انتهى الآن. ما الذي فعلته؟ يا للهول. أنا سبورتاكس. لا، بل أنا هو سبورتاكس. لا، أنا سبورتاكس. وأنا أيضا. نسختان عن سبورتاكس، أيهما هو الحقيقي؟ أنا هو سبورتاكس. أنا ابتعد، أنا هو. اسمع، أنا سبورتاكس. ألا ترى الشارب؟ وجدتها. يقوم سبورتاكس بحركات مذهلة ورشيقة، لما لا تقومان بها؟ حركات كهذه؟ واو. والآن جاء دورك. لا مشكلة، أستطيع القيام بحركات أسرع. أكررها مجددا. لكن أنا لم أرى شيئا. ذلك لأنك أغمضت عينيك، عليك ألا تغلقهما. أنا أسرع من ذلك. هناك طريقة واحدة لحل المشكلة، سنحتفظ بالإثنين. لا تحصل دوما على نسختين من سبورتاكس. لا بد من إيجاد حل. لنجري سباقا. سبورتاكس عداء سريع جدا. وفي هذه الحالة هل لي أن أقترح أن يغادر الخاسر البلدة إلى الأبد؟ مجرد اقتراح. لنفعل ذلك. أجل. حسناً حسناً سبورتاكس. وسبورتاكس، من يقرع الجرس أولاً يكون الرابح. هذا لي أنا. حسناً حسناً طبعاً. والآن سأعد إلى الرقم 3. هل الجميع جاهز؟ ما كل هذه الضجة؟ 1، 2، و3. هيا هيا انطلق بسرعة. سبورتاكس. هيا 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 سبورتاكس. ستيفاني، أعطيني الكرة. أمسكت بك. يكاد أن يصل. هيا، ها هو الجرس. أنا هو الرابح. أنا هو سبورتاكس الحقيقي. لا، لقد خسر سبورتاكس. أنا هو الرقم 1. لا أصدق ما أرى. أنا هو سبورتاكس. لا، بالأحضان بالأحضان. أنا هو سبورتاكس. أجل، اهدأوا اهدأوا جميعا. أعلنوا أن هذا هو سبورتاكس الحقيقي. وأنت كونك المزيف سيتم نفيك من ليزي تاون إلى الأبد. لحظة، انتظروا. أنا سبورتاكس. أتريدون مني أن أرحل؟ أجل، أنت لست سبورتاكس الحقيقي. مهلا، هذا ليس صائبا، يجب أن أقول ما لدي. لا يمكن لهذا أن يكون سبورتاكس الحقيقي. فاز في السباق. نعم، لقد ربح السباق. ألم تلاحظوا ما حصل؟ لم يتوقف لينقذ باسي. ماذا؟ وحده سبورتاكس الحقيقي يتخلى عن سباق لينقذ من هو في مشكلة. ناجل. عليه أن يفعل صحيح. ذلك، وإلا لن يكون سبورتاكس. الآن اسمعي أيتها الصغيرة، لقد فزت. انتهى النقاش، حان الوقت ليرحل. إلى اللقاء، قولي له وداعا. لا،
حان الوقت لترحل أنت. أجل. روبي. روبي روتن. إنه روبي روتن. عرفت أنك الحقيقي. سبورتكس عاد. يسرني أنك قلت ما لديك. كان علي أن أدبع قلبي. من الجيد دوما أن تفعلي هذا. كنت أحصل على كل شيء، على القوة والإعجاب والإصبع والشارب أوتش والحركات. ميلفورد، أود أن أشكرك لأنك ساعدتني على إصلاح حديقتي. أنت أرق وأنت ألطف وأطيب رجل في العالم كله ميلفورد، وأنت تستحق مني قبلة صغيرة. أجل رائع. ديجي ديجي دان، كلمة غريبة أغنيها. تعالوا لنرقص كلنا، الحركة تفيد جسمنا.